اليوم كانت زيارة علمية لكلية الطب جامعة الكفيل إلى مستشفى الأورام الوطني في محافظة النجف. طلاب اطلعوا على نظام المستشفى وكيفية العلاج، خصوصا الأطفال المصابين بالأمراض السرطانية وطريقة إعطاء علاجهم. كانت زيارة ممتازة جدا، أعطت الطلاب معلومات عن علاج الأورام في محافظة النجف وخصوصا الأطفال، وهذه زيارة لخدمة المجتمع قامت بها جامعة الكفيل كلية الطب. طبعا الحمد لله انا كنت من الاطفال اللي عانوا من مرض السرطان لفتره طويله، اكثر من 9 سنوات انا اتعالج من هذا المرض اللعين، والحمد لله اليوم تحققت الحلم من جديد وجيت كطالب طب من جديد لمرض السرطان بعد طموح وقصه نجاح طويله بسنوات اعدادي. واليوم كان هدفنا من الزياره من جامعه الكفيل انه نوعي الاهالي ونوعي طلاب الطب العام على الجانب الانساني المهم اللي لازم نقدمه لاطفال السرطان، اللي هو لربما له تاثير اكبر من الجانب العلاج الكيميائي والعلاج الاشعاعي. قدمنا يعني شلون الدعم النفسي للعوائل الموجوده والاطفال اللي موجودين بالمستشفى، وطبعا بعض الهدايا البسيطه للاطفال حتى نفرحهم بهذه الزياره، وتعرفنا كذلك على اقسام المستشفى الموجوده من اقسامها والعلاجات الغرف الموجوده من شلون طريقه العلاج ياخذها، وهذه بها فائده علميه احنا لنا كطالب طب ضمن المناهج اللي احنا ناخذها بالجامعه. جامعة الكفيل إبداع وتميز ورصانة.